بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا سيئتم وامنتم الا هم خامدون يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الم نركم مهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا مهرون وعيت لهم الأرض الميتة حين وأخرجنا منها فهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون يأكلوا من ثمرها ما لأكلهم ويشكرون سبحان الذي خلق الأرض بكل عام وأنبتنا من أنفسهم ولا يعلمون وعيت لهم الليل نصرف النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذكر الرجوع المهتدين الشمس ينبغي لها تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في خلق مسحورون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورثهم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون يا رحمة منا ومتاع إلهي وإذا فيهم تطمع بين يديكما خلقكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطيعوا من لو يشاء الله وأطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أرد إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم أمداز لهم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أن نكون مباطلون هذه جهنم التي كنتم ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فلا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد اللهم صل وسلم ومولانا محمد اللهم صل وسلم اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية الشريفة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة اللهم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين خصوصا وإلى حضرات سيدنا وسندنا محي الدين عبد القادر الجيلاني إلى حضرات أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته ولا تهدمنا رؤيته وأوجدنا حوله المورود واحشرنا تحت ظل لوائه المعقول اللهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأقربائنا في جميع القرى عما إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورنا وقبورهم نفرة من نفر النيران اللهم زدهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وعزا لا عزهم وكرامة لا كراماتهم اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا
وحس مرادنا. اللهم اشف امراضنا وامراض مرضانا وامراض والدينا وامراض اولادنا وامراض زواجنا يا شافي الامراض. اللهم ادفع عنا شر الظالمين وشر الكافرين وشر المنافقين وشر الساحدين وشر الحاسدين وشر اللائنين وشر الماكدين. اللهم ادفع عنا كل بلاء ومصيبة وادفع عنا كل مرض وعلة بحق سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمنا من نافات الدارين وارزقنا سعادات الدارين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم المنافقين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا. ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.